طيب خلينا نقول لك ما نبغى نسلطها على الإدارة أو الإعداد، أشخاص سووا أحداث الأشخاص عشان والله يصير نجم. أنا قلت لك ممكن سألتي السؤال وجاوبتك أنا. إيه أكيد فيه أنا حلو فيه خالص من هذا الموضوع. طيب يزعل فيصل؟ كنت ما بخاطر يمشي. لا يزعل فيصل إن هذا أنه وين الواقعية في الموضوع؟ بس أنا مقتنع داخليا واقعيتي بتغطي أي شيء. واقعيتك خلاص خلصنا منها. في ناس واقعيتهم نفس ما هو برا نفس الموضوع، يعني ما في أي تصنع. طيب التحزبات بين المتسابقين؟ يعني عن كلمة تحزبات، يمكن أنا فيصل تعيني مع ريان وتعيني مع عبد الواحد وتعيني مع سيرة سالم، نفس فهمتهم فهموني، مو بلازم أقعد مع واحد ثاني زي كذا. اللي إذا في تحزبات عندك فكرة ثانية؟ لا ما هي. يمكن فيصل تلقاه مع اللي قلت لك الحين كم أنا مع بعض نروح ونجي، خلاص أنا فهمتهم. تمام. حتى ممكن بالإشارة أفهم. ما يعتبر تحزب. يعني طيب. بعد مع واحد ما يفهمني ولا شغف. من اللي تجلس معه ما يفهمك؟ بدون ذكر أسامي. عادي. لا. في أشخاص يعني لو جلس معه زي ما تقول تفتح باص ما. تفتح باص يوديك فاصل. عكس الشخص اللي يفتح لك باص ويسولف معك ويعطيك تسولف معه حتى أي محور. طيب أنت تميل إلى جروب الأشبال المسمى هذا اللي أنا ضده، يعني تجلس معاهم ولا ما عندهم؟ أنا مع الكل تلقاني مع ذا. لا أنت تقول الحين أنا في ناس ما أجلس معاهم. لا أتكلم. لا اللي ذكرت لك هذا هم. هذا اللي تجلس معاهم. أجلس معهم. طيب في ناس لا أجلس معه سالفته زينة، بس في ناس لا أتجنب الجلوس معه أحيانا ما يفتح لك مجال كيف تسولف أو كيف أحيانا يفتح لك باص. طيب وجود مناحي معكم في البرنامج نجم ورياليتي ومبدع الولد صراحة هذا المتسابق ما نختلف على هذا الكلام، بس وجوده معكم أثر عليكم في البرنامج؟ من أي ناحية أثر عليك؟ الرياليتي بالعكس مناحي هو اللي حتى رجوع يوم رجع أعطانا دفع معنوي. أعطاكم الدفع؟ دفع معنوي حتى مع ذا ومع ذا ومع ذا، حتى أنا أكثر نادر أتحرك ما أمشي معه يعطي كل متسابق حقه. يعني أنت وجودك أول شيء في البرنامج بسبب ريان قلتها قبل شوي، والشيء الثاني أنا أبغى شخص يفهمني وأفهمه. في فرق يفهمني وأفهمه وفي فرق لما يكون متسابق جماهيري. لا بعيد. وأبغى أكون معاه لا علشان جماهيرية. عشان المقاطع اللي أنا قاعد أنا, أنا أنا شوف سلامي كلمة جماهيري، وأنا يعني كان بإمكاني في ناس نخوي أنا له جماهيرية كان تشوفني كماي معه عشان تصاميم وعشان لا ما تصلح. حتى أنا أحيانا أتجنبها إني أقعد مع فلان عشان لا ما يقولون عشان جماهيرية وتصمم ذا ما يصح. ولا في ناس يمشي مع فلان عشان جماهيرية عشان جمهوره أو عشان مقطع ما يعني. طيب أنت دخلت البرنامج فتحط في بالك إنه الكلام هذا ما يعنيك ما يأثر فيك. الشخص اللي أبغى يسمع بدي يسمع. أنا بدي أسمع بس إني أكثر جلسات معه وما أدري إيش، وإذا جت شلة ولا إذا جت طيب